عليكم ورحمة الله وبركاته. تشوفون قدامكم عود من الشيرة، عود خشب، فسبحان الله ولله في خلقه شؤون. هذا متحط بالماء، سبحان الله، شوف شلون يتحرك بشكل حلزوني، شكل سريع، تحس انه يبي يهجم، يبي يمشي، يبي يروح على مكان هدف، تشوفه مسرع. والله اللي يشوفه يقول هذا حي، يعني اتوقع البعض لو يشوفه كذي يمشي يقول حي، اكيد بيطق بنعوله بالجوات يكرمكم الله، بيتولاه طق لين عباله يموت. ولكن هذا عود من خشب من الشيارة. شوفوا العود الثاني من حطونه بطاسة ماي، شوفوا من يصبون عليه ماي من فوق، كأنه بيهجم بشكل حلزوني سريع، بيهجم على مخرج الماي أو مطلع الماي. سبحان الله، هذه مخلوقات الله يا جماعة. الله خلق أشياء كثيرة وكثيرة يعجز الإنسان على التعبير فيها، وكل شيء له شيء. والسلام عليكم.